السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي ومع أحدث وأفخم ساعات شركة هواوي. معايا اليوم استعراض ساعة هواوي الجديدة، هواوي ووتش ألتميت، فخلونا نشوف إن شاء الله في هذا الفيديو كافة التفاصيل مع بعض، وخلونا نبدأ الفيديو مع بعض. وفي البداية كالعادة خلونا نشوف محتويات هذه العلبة. تأتينا الساعة بكل تأكيد وبنتعرف عليها لاحقا بالتفصيل. عندنا سوار جلدي مخصص للغوص باللون الأزرق الداكن، ومعاه وصلة طويلة لو يدك كبيرة، وعندنا وصلة إضافية لو يدك كبيرة عشان توسع السوار اللي جاي مع الساعة نفسها. وعلى فكرة سهل جدا سواء كان في التكبير أو التصغير، أنا صغرتها مربع بدون مفكات أو أي أدوات خارجية، بالإضافة إلى كتيب التعليمات، وأخيرا قاعدة الشحن اللاسلكي. طيب يا شباب، الساعة يجي منها لونين، اللون الأسود مع سوار مطاطي، واللون الفخم اللي معايا اليوم وهو اللون الأزرق مع سوار تيتانيوم، وخلونا نتعرف عليها بشكل أكبر. تأتي الساعة بوزن خفيف جدا على اليد، حوالي 76 جرام تقريبا، مع شاشة LTPO AMOLED جميلة جدا بمقاس 1.5 بوصة. هذا الجزء مصنوع من زجاج الياقوت، وهيكل الساعة نفسه مصنوع من معدن سائل، ويتميز بقوة أكبر ومقاومته للصدى. وعلى فكرة لأول مرة يتم استخدامه في ساعة ذكية، وهو مصمم ليتحمل البيئات الصعبة. أنت بتتكلم عن الجبال والرمل وغيره من الرياضات المختلفة. وتصميم الساعة بشكل عام يشبه أحد موديلات ساعات رولكس، وعاجبني جدا كثير الإطار الأزرق المصنوع من السيراميك بتقنية النانو. وباختصار شديد يا أخوان، الساعة فخمة جدا جدا جدا، وما تتوقع أو أي أحد يتوقع يشوفها على يدك إنها ساعة ذكية نهائيا. وبما أننا جبنا طاري إنها ساعة ذكية، فإنها تهتم بجانبين أساسية هي الرياضة والصحة، فخلونا نبدأ معاكم بالجانب الرياضي. تتميز الساعة بأنها مخصصة بشكل كبير بتقنياتها للغوص حتى عمق 100 متر، فهي مصممة لذلك بفضل التصميم المكون من 16 هيكل وفلتر مضاد للماء. ومو بس كذا، ففيها العديد من تقنيات الغوص المختلفة وأكثر من وضع للغوص، مثل الغوص الحر والتقني والترفيهي، وتعطي بكل تأكيد جميع البيانات والقياسات وسجل كامل لرحلات الغوص. كذلك تم إضافة وضع جديد باسم الرحلات الاستكشافية بنظام GNSS الخماسي مزدوج النطاق، لضمان تحديد المواقع بأكثر دقة، ومخصص له زر خاص للوصول السريع. وبكل تأكيد الساعة تدعم جميع الرياضات المعروفة، تحتوي على أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية و20 وضع احترافي، مثل المشي والجري والهايكينج وركوب الدراجة والتزلج وغيرها الكثير، ومخصص لها زر أيضا للوصول السريع. أما من ناحية الصحة، ففيها كل شيء تقريبا تحتاجه من ساعة ذكية، مثل قياس نسبة الأكسجين في الدم طوال اليوم وأثناء النوم والرياضة، مع تنبيهات لأي ارتفاع أو انخفاض. كذلك معدل نبضات القلب طوال اليوم، مع تنبيهات أيضا لأي ارتفاع أو انخفاض. كذلك تحليل تخطيط القلب ECG مع إعطاء تقرير كامل تستطيع الاحتفاظ به وطباعته، وعرض النتيجة الفعلية بتكون فورية. كذلك قياس درجة حرارة الجلد، وأيضا قياس الضغط النفسي بشكل آلي، وأيضا تمارين التنفس لراحة عضلة القلب شهيق وزفير. كذلك حساب ساعات النوم وتحليله، وإعطاء تقرير كامل أسبوعي أو شهري أو سنوي. أما بالنسبة للميزات الأخرى في الساعة، فيوجد فيها بوصلة وقياس الضغط الجوي والارتفاع، كذلك مؤقت وساعة إيقاف، وأيضا كشاف وتطبيق الطقس، وتستطيع تحميل العديد من التطبيقات المتوافقة مثل الحاسبة وأوقات الصلاة ومواعيد المباريات والتذكير بالأدوية، وأيضا خرائط البيتال. كذلك تستطيع تصوير صورة من هاتفك بواسطة الساعة، والاستماع إلى المقاطع الصوتية من خلال ساعتك أثناء الرياضة، وتحتوي على العديد من الأوجه وتقدر تعدل عليها، وهناك المزيد منها بداخل تطبيق الصحة من هواوي، وأيضا تدعم الرد على المكالمات من خلال الساعة. أما من ناحية البطارية، فمزودة ببطارية تصمد لمدة 2 أسبوع، وللاستخدام المكثف تقريبا 8 أيام، وتختلف بكل تأكيد حسب الإعدادات والاستخدام من شخص لآخر. وما عندك أي مشكلة في ناحية البطارية، 2 أسبوع، 8 أيام، 7 أيام، 6 أيام، اللي يكون أنت في ساعة واحدة فقط تستطيع شحن الساعة بالكامل، يعني آخر شيء تشيل همه هو البطارية. طبعا الساعة يا أخوان بكل تأكيد متوافقة مع جميع جوالات هواوي، كذلك الأندرويد وأيضا الـiOS، بكامل مميزات الرياضة والصحة. بالنسبة للسؤال المتكرر، هل الساعة فيها NFC عشان أقدر أدفع من خلالها؟ الساعة لا تدعم الدفع. بس تقريبا يا أخوان هذا كان كل شيء عن الساعة. ساعة فخمة، ساعة جميلة صراحة، أنا أشوفها يعني صراحة أبدعت هواوي في إنتاج هذا الشيء. طبعا الساعة كبيرة ما تنفع على اليد الصغيرة نهائيا،
لو انت مهتم باقتناء هذه الساعه انصحك تروح احد المتاجر زي متجر هواوي عندنا في جده، موجود في جده بارك، في واجهه الرياض، ايضا في اكبر معرض لهواوي في الشرق الاوسط كامل، فتقدر تروح وتجرب الساعه على يدك وتشوف هل هي تناسبك او لا. بترك لك رابط الشراء بصندوق الوصف اسفل الفيديو لو انت مهتم باقتناء هذه الساعه. بكذا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، اتمنى اشوف رايك في صندوق التعليقات. يعطيكم الف عافيه، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناه. في امان الله.